زيارة حوض أسماكن ليس مجرد ترفيه عائلي، ولكن أيضا فرصة للتعلم عن تاريخ الحيوانات والنباتات والنظم الأيكولوجية، بما في ذلك الحفاظ على أنواعها وحمايتها وتحمل مسؤولية تجاه البيئة. نحن الآن في حوض أسماك أو أكواريوم كوبنهاجن، الذي يحوي مجموعة واسعة من الكائنات البحرية التي أحضرت من مناطق جغرافية مختلفة. فهنا أسماك المطرقة التي نجد عادة في المحيطات العميقة، وكذلك الأسماك الملونة التي تسبح قرب الشعب المرجانية. أنصح بالتجول في منطقة أحواض الأمازون، إذ تشاهد عزيزي السائح الفراشات الاستوائية تطير من حولك، وأسماك البيرانس الشرسة في أعماق المياه، وكذلك أفعى الأكوندا البرمائية. الآن وفي فترة بعد الظهر سأزور حديقة كوبنهاجن للنباتات التي أسست عام 1660. تحوي هذه الحديقة الفريدة في الدنمارك 13,000 صنفا من النباتات، منها 600 دنماركية وأكثر من 1,000 نبتة معمرة جلبت من مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى النباتات الصخرية التي يزيد عددها عن 100 نبتة. أنصح بزيارة قسم الحدائق المغلقة أو جرين هاوسز ومشاهدة النباتات الاستوائية التي أحضر عدد كبير منها من إفريقيا وأمريكا الوسطى، أي أميالا من هذا البلد الإسكندنافي. ليث بزاري، العربية، كوبنهاجن، دنمارك.